بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الانجيل النهارده انجيل البركه. بتقراه الكنيسه لانه ده الحد الخامس في الشهر. فالكنيسه بتعتبره انه بركه. بركة زيادة حد تاني زيادة في الشهر إن إحنا نيجي ونسمع الكلمة لكن أنا بأتوسل إلى الله إنه قلبنا يتفتح على هذا الإنجيل لأنه الإنجيل بيخص كل واحد بشكل خاص جدا حار الإنجيل وأتوسل إلى الله أنه قلبنا يتفتح ونفهم المعنى كان النهار قد بدأ يميل هو ده حال العالم النهاردة النهار ابتدى يميل وهو حال كل إنسان نهاره بيقرب يخلص كل يوم بيعدي علينا النهار بيميل بينتهي طب تعمل ايه ويعمل ايه العالم في نهاياته جم التلاميذ الخدام الكهنة الخدام يا ريت يبقى هو الأب والأم بردك وراحوا للمسيح طبعا في بيوتنا كتير أولادنا وبناتنا بعدوا خالص عن الله العالم كله بيبعد عن الله ونهاره ابتدى يميل يا بخت الأب والأم والراعي لما بيشوف كده وبيلجأ إلى الله ويقول ديهم ليأكلوا بصوا الكلام لأننا في موضع قفر العالم بقى في موضع قفر deserted place وحياة كتير مننا بقت قفر لا فيها يا للعجب أنا متعجب من الروح القدس عشان كده طلبت الى الله ان يفتح قلوبكم حد سمع المزمور كان بيقول ايه طبعا انتوا ما بتاخدوش بالكم للاسف اتعودتم تحضروا الكنيسه وما بتنتبهوش للقرايات ده قبل ما بيقرا الانجيل للشماس بيوقفوا بخوف ورعده وانصتوا كبرنا في السن وأهملنا الإنجيل وده سبب قفر العالم وظلمته وظلمة نفوسنا وشباننا وشباتنا الإنجيل المزمور كان بيقول إيه صارت نفسي مثل أرض عديمة الماء يا للعجب بص الإنجيل بص الروح نفسي بقت ديزرتد بليس ما فيهاش ميه ما فيهاش اكل نحن في موضع قفر فقال لهم اعطوهم انتم لياكلوا ده كلام بقى لكل اب قاعد قدامي وكل ام قاعده قدامي النهارده وكل راعي وكل خادم مطالب مطالب امر أعطوهم أنتم ليأكلوا أكلوهم أكلوهم إيه قالوا له ما عندناش قال لهم إزاي إزاي ما عندكمش روح دور راحوا دوروا جابوا له خمس خبزات وسمكتين اللي هم رمز الإفخارستية المناولة المسيح فامسكهم في ايديه ورفع عينه الى السماء وشكر وبارك ودى التلاميذ يوزعوا ايه يوزعوا المسيح فاكلوا جميعهم وشبعوا هو ده سر المسيح بعدين بقى انا هحط لك بقى كيف توزع المسيح كيف تطعم عيلتك وبيتك كيف تحمي العالم النهارده رؤساء الدول كلها بيجتمعوا ولا في خطر المياه هتقل الاكل يقل ومنزعجين خالص العالم حيفنا من لا 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 ده احنا المياه الانهار والطعام دي، لا دي مسؤوليه الله لن تفنى، لن ينتهي العالم بسبب جوع او عطش، بل سينتهي العالم بسبب جوع وعطش الى كلمه الله. مش المسيح الهنا قال كده؟ ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. طب اسال سؤال، سؤال محرج لكل اب وام. اكلنا اولادنا وشربناهم وعلمناهم وكبرناهم وفرحنا بيهم. بس ليس بالخبز وحده يحيا الانسان. الانجيل كلمه الله اختفت من البيوت. بقى بيت قفر ياما ياما كل يوم ادخل البيوت واسال بتقروا الانجيل؟ احيانا لا، طب ليه؟ اه صعب, صعب. اصل الانسان ما اقرا الانجيل بتوه بتوه طب وبعدين؟ طب وأقرأ ليه؟ يعني انا كنت امبارح مع الناس انا بقرا الانجيل ليه؟ ده حياه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله شفتش واحد يسال واحد يقول له انا باكل ليه؟ له انت ايه مش واخد بالك؟ ما انت لازم تاكل عشان تعيش لازم تقرا الانجيل عشان تعيش الحياه الابديه. بصوا كلام المسيح لما قال ايه؟ طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. ما بقعدش اشوفها دي خالص. واحد إيه؟ لي عطشان اسمع كلمه ربنا، قل لي كلمه حياه عطشان. نفسي قد عطشت اليك يا رب، شفت المزمور؟ نفسي صارت مثل ارض يابسه. فين الشعور ده واحد يفتح الانجيل يقول له نفسي عطشانه اديني كلمه حياه الا ما ياخد ولازم ياخد شوف يعني لازم ياخد طوبى للجياع والعطاش لانهم يشبعوا الى البر صحيح انا بتكلم وللاسف وبعترف قدامكم كلكم النهاردة إن أنا وأنا بتكلم أنا آسف ما عنديش أبقي رجاء إن كتير منكم هياخدوا الكلام ما أخذ جد تقول إزاي يا تقول لك لأني بقى سنين طويلة بتكلم في الكلمة والتغيير ضعيف ولكن حتكل على الله وعلى روحه القدوس إنه يغير في قلوبكم مش حتكل على خبرتي لكن حتكل على روح الله إنه يدخل في نفوسنا شعور بالجوع والعطش والقفر اللي صرنا إليه فيرجع الإنسان يدور على ينابيع المياه سوف أنا بقول الكلمة والآية بيبعتها الروح ليكم أنا أعطي العطشان ينبوع ماء الحياة مجانا أنا أعطي العطشان ينبوع ماء الحياة مجانا يا بخت العطشان يا بخت العطشان مصيبة في في الجسد لما يوصل لمرحلة لك مش حاسس بالجوع مش عاوز آكل خلاص الدكاترة اللي بتفهم لا خلاص ده حيموت ليه يا دكتور ما هو كويس لا رفض الحياة رفض يأكل ومش حاسس بالجوع أكبر مصيبة تصيب الإنسان مش عاوز ياكل مش حاسس بجوع رفض الاكل يبقى رفض الحياه مش قادر تحس معايا ان مصيبه العالم النهارده انه رفض ينبوع الحياه رفضوني انا ينبوعها وراحوا يدوروا على ابار مشققه لا تضبط ما شهد واحد من الانبياء اسمه عاموس في العهد القديم زمان ربنا بعت له الكلمة دي هي لينا الحقيقة وليومنا النهاردة. قال له قل للناس هو ذا أيام تأتي يقول السيد الرب أرسل جوعا في الأرض لا جوع للخبز ولا عطش للماء بل استماع كلمات الرب. مش عالم ده عالم النهاردة؟ ما تبصش على بره بص على نفسك. مش ده انت وانا النهارده ارسل جوعا في الارض الارض ده جسد لا جوع للخبز ولا عطش للماء بل لاستماع كلمه الله مين النهارده عطشان وجعان للكلمه مين بيفتح الانجيل بالاشتياق ده؟ اوعى واحد يقول صعب عيب عارف ليه عيب؟ لأن ده كلام أبوك كلام الآب كنت بقول ما احنا كنا عيال ما بنعرفش ننطق إن كلمة وآبائنا علمونا نتكلم ما كانش علينا احنا طلب ان احنا نتكلم دي مسؤولية الآب يعلم ابنه ازاي يتكلم لما بتفتح الانجيل دي مسؤوليه الله انه يعرفك كلامه وفكره ويفتح لك بولس الرسول قال نحن لنا فكر المسيح جابه منين؟ من كلامه لما بتعيش مع واحد كل يوم كل يوم تبقى عارف فكره عارف هيقول ايه جه في ايام في العهد القديم ايام صمويل قال كانت كلمة الرب عزيزة. وكاد أن ينطفئ سراج الله. ده عالم اليوم. كلمة الرب عزيزة. وبعدين مين المستأمن على كلمة الله؟ ده أنتوا. ده الكنيسة. ده التلاميذ. أعطوهم أنتم ليأكلوا. يا إخواتنا ده أمر. لان احنا لو ما اطعمناش العالم حيتربى كله العالم محفوظ بالكلمه الكلمه اللي خلقت العالم في الاول لو انتهت هيضيع ح... العالم وانا ليش دعوه بالعالم انا ليه دعوه بحياتي اوحش ما في الموضوع بس مش عاوز اقوله لكن هقراها كلام من الانجيل نبوه قالها الروح القدس على فم حسقيال قال الرعب ات الرعب ات يطلبون السلام ولا يكون ستاتي مصيبه على مصيبه وخبر على خبر يطلبون رؤيه من النبي والشريعه تباد عن الكاهن والمشورة عن الشيوخ ليه؟ لأنهم رفضوا الكلام اللي بيضيع العمر يجي في الآخر يفتح الإنجيل يقول لك مش شايف مش فاهم عناية بالزغلل خلاص ما وصانا المسيح النور معكم زمانا يسيرا النور ده الإنجيل لأن مكتوب كده الوصية نور الشريعة مصباح ما أكثر الكلام في العهد القديم والجديد على الكلمة وجدت كلامك كالشهد فأكلته فصار لبهجة قلبي مش كتير قوي النهارده بيقول لك عندي ديبريشن انزايتي امراض والعيله محتاسه والطب محتاس والبلاد ايه ايه ليه الاسترس ده ليه الانزايتي دي ليه الديبريشن ده ليه 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 أنا حقرا الآية وجدت كلامك كالشهد فأكلته فكان كلامك لي للفرح وبهجة قلبي شفتوا غياب الكلمة بص بص بيعمل إيه الكلمة بتؤكل مرة زمان ربنا جاب حسقيال كده قال له يا ابن يا ادم يا بني ادم يعني كلام ليا وليه جاب له درج قال له خد درج كتاب كتاب مكتوب من وشه ومن قفاه كلام بسيط بس لما تاخده يتكشف لك اللي من وراه فقال له كل فقال لك اكلت فصار في فمي زي العسل وبعدين قال له اذهب بقى. نادي على اسرائيل انهم يرجعوا. ارجع تاني لكلام المسيح. اعطوهم انتم ليأكلوا. لازم انا وانت آكل. الكلام بيتاكل. في المزامير يقول ما احلى قولك لحنكي احلى من العسل. كلمة حلوة تاكلها تفرح بيها تغنيك تطعم اللي حواليك كان في مناظر زمان بنشوفها في البيوت على الميدة يقعد الأب كيدة كبير ويصلي ويبارك يا نفسي ترجع تاني بس مش المباركة على الأكل الأب في البيت يفتح الإنجيل ويقرأ كلمة بفرح إن كان قبل الأكل إن كان قبل النوم إن كان قبل أي حاجة هدخل في حاجة عملية ما حدش فيكم عنده ربع ساعة للإنجيل يا ما نفسي نادي كل واحد واحدة منكم ما عندكيش ربع ساعة ما عندكش ربع ساعة في اليوم تقرا الإنجيل للدرجة دي أنا قلت هدخل في حاجة عملية عشان ما يدعش الكلام ما عندكش ربع ساعة يا أخي يا أختي ما عندكش ربع ساعة للإنجيل مش معقول آخر حاجة حاسبها معاكم أنا لما أقرأ الإنجيل بل وحاكل للإنجيل هستطيع أني أولد ناس بولس الرسول قال أنا ولدتكم بكلمة الإنجيل لما الواحد بيشبع بالإنجيل بيولد ناس بيطعم ناس مين يقدر يفهم كلام المسيح لما قال تعالوا إلي يا مبارك أبي رسل ملك المعد لكم من قبل لأني كنت جوعانا فأطعمتموني عطشانا فسكت متى يا رب رأيناك؟ سؤال كيف تطعم الرب؟ عشان يناديك في اليوم الاخير ويقول تعالى يا مبارك يا ابي كيف اطعمه؟ بالكلمه لمين؟ بالعالم لو انت فاكرك هتطلع فلوس من جيبك وتدي فقير وتعتبر نفسك انك اطعمت الـ الـ الله لا ما الحكومات بتساعد الفقراء وانت لست المسيح مش بعتك تدي فلوس ده المسيح استأمنك على الكلمة لكي تطعم بها اولاده شفت الانجيل بقى النهارده بقاله إيه له قيمة كبيرة أوي أوي أنا كنت جوعانا مين عيلتك ولادك شعبك اللي في الشغل العالم اطعموا بالكلمة اسقي عطش الناس بالانجيل بنتجمع كتير في حفلات ومناسبات حلوة ما يتقراش فيها الانجيل. توعدوني كده كل بيت يعمل عزومه. رب البيت مسؤول يقرا الانجيل. كل حفله عيد ميلاد بتعملوها صاحب الحفله يقدم بدل ما بينشغل في الاكل والشرب. يقول انا هقدمها اطعاما للمسيح. كنت جوعانا أطعمتموني عشانا فسكتوا تعالوا رسل الملك المعد لكم من أنساء العالم لربنا المجد للأبد أمين.